اقترب مولد خير الأنام، وأصبحت عسيدة زجوج حديث ربات البيوت اللاتي التقين بعضهن بالسوق، إما للاطلاع على أسعار زجوج وجودته أو للاقتناء. وقليلات هن من اقتنين حبات زجوج المنشودة، لكن المؤكد هو أن الحركية بالسوق ليست هي على ما كانت عليه منذ سنوات ليست بالبعيدة. بالنسبه للزقوق واحنا والميزانيه نتاعنا تعرف الدنيا غليت وشالت ومعاش المواطن معاش قابل حق ما من لوازم توصل حتى 100,000 كل واحد ومقدوره معناه. معناه باش ناخذ طل على خاطر وليداتي وبراك غالي شويه زقوق. مسلسلات اغلى من الزقوق. حقها قريب 100,000. فما اللي يحب يزينها بالقدا اللي يحب ياخذ لها كل شيء تتكلف له اكثر. فما اقبال لكن ضعيف. رطل كيلو ما يفوتوش خاطر الميزانيه نتاع المواطن التونسي ضعيفه برشا. اثنين فما الناس قاعده تستنى انه باش الزقوق فماش ما يطيح يرخص وباش يرخص لانه السكر مربوط بالسكر، السكر مش موجود. تفرة أسعار المواد الاستهلاكية وفقد بعضها ومواسم الإنفاق المتتالية التي عاشت على وقعها الأسر التونسية عوامل رئيسة في تحديد ميزانية عسيدة زجوج لهذا الموسم أو التخلي عنها واستبدالها بما قل ودل. باش مش نعملها عصيدة عربي ولا عصيدة لزجوج ولا حتى شيء. مادام ثم السكر منش نجيبوا السكر حتى كي يجيبوه يخبيوه ويعطيوه بالوجوه هذاك كليون عندي نعطيه السكر. سيد العربي ذيك نتاع العاده وصلنا ما نقطعوهاش. تنجم تعمل حتى 300 جرام كل واحد شويه شويه وصافا ويتعدى مش لازم راهو نكلفوا رواحنا حاجات فوق طاقتنا. ما تسماش غالي تو انت شنو التكلفه نتاعها تو انت باش تاخذ كيلو زقوق ب 25 دينار واش تحط له ما لازم 20 ولا 25 بالنسله بالفرينه بالسكر بالفواكه بالزينه نتاعه الدرجيه وكل شيء ما تتكلف ال 50. فما ناس تبالغ تقول لك 100 و120 لا لا كل قدير وقدره راهو انت وشنو تحب تعمل. ما مشكله عاده الطاقه الشرائيه نتاع المواطن طاحت والدنيا غاليه وجات وقت دخول مكتب عملناه ب 30 وب 35 وصل حتى ل 50 مش غالي ما عادش قاعده تقضي العباد كما العاده. عصيدة زقوقو من ابرز العادات الغذائيه التونسيه في الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف، فرغم تكلفتها تظل سيده المائده صباح المولد عند اغلب العائلات التونسية.